أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ LBCI، نستهلها بأبرز العناوين. أين أصبحت التحقيقات في التفجير الانتحاري؟ ما هي الرسالة من وراء القذائف على السعودية؟ النووي الإيراني والتهديد الإسرائيلي. بعد يومين على التفجيرين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في بئر حسن، خيوط عدة بدأت تتكشف في التحقيقات. الزميل بسام أبو زيد يطلعنا على التفاصيل. بسام، يعني ريما، في هذه الخيوط التي بدأت تشوفها أنه يوم إلى فندق شيراتون فور بوينت وحجزا بواسطة هويتين لبنانيتين، واحدة عائدة لمواطن من بيروت وأخرى عائدة لمواطن من برجة في إقليم الخروب، حجزا غرفة لثلاث ليال، ولكنهما في صباح يوم الثلاثاء غادرا الفندق ونفذا عملية التفجير المزدوجة ضد السفارة الإيرانية. حتى الآن جنسية وهوية الانتحاريين غير معروفة، ولكن تأكد للمحققين أنهما ليسا لبنانيين وأن الهويتين اللتين كانتا بحوزتهما مزورتين. وقالت شهيدة عيان للمحققين في الفندق إن اللهجة العربية للانتحاريين ليست خليجية ولا سورية، وقد صادر المحققون من الغرفة التي استخدمها المهاجمان حاجيات شخصية عائدة لهما، بالإضافة إلى كل ما كان قد تضمنه ملفهما في الفندق وأفلام الكاميرات هناك. وقد بدأ المحققون بالاطلاع على محتوى هذه الأفلام ومشاهدة بعض اللقطات التي ظهر فيها الانتحاريان، وذلك بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي الصقر. ويركز المحققون حاليا على معرفة من قدم المساعدة اللوجستية للانتحاريين في دخولهما إلى لبنان، وكيف ومن قام بتحديد الفندق ونقلهما إليه، ثم من نقلهما منه صباح الثلاثاء، ومن سلمهم الحزام الناسف والسيارة المفخخة والتي هي من طراز تريل بليزر. وفيما خص هذه السيارة، فقد تبين للمحققين حتى الساعة ومن خلال لوحة التسجيل التي تم العثور عليها في مكان الانفجار أنها بالفعل عائدة لسيارة من نوع تريل بليزر مستأجرة في بيروت. وتقول المعلومات بأنها انتقلت إلى البقاع حيث تم بيعها إلى شخص يعتقد بأنه يدعى علي إسماعيل، ومن ثم جرى نقل هذه السيارة إلى سوريا بحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن. واللافت أن اسم علي إسماعيل وبحسب المصادر الأمنية قد ارتبط بأكثر من سيارة استخدمت في عملية تفجير في لبنان. ريما، نعم، شكرا لك بسام على هذه المعلومات. وفي مقر السفارة الإيرانية في بئر حسن تواصل اليوم تقبل التعازي بضحايا التفجيرين، وكان أبرز المعزين رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، إضافة إلى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي، وممثلين عن القوى والتيارات السياسية ومن بينها تيار المستقبل. جئنا اليوم لتقديم واجب العزاء باسم الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة وكتلة نواب المستقبل في هذا المصاب الجلل الذي أصاب اللبنانيين، كل اللبنانيين، وأصاب السفارة الإيرانية في لبنان. هذه اللحظة ليست مجالاً للنقاش السياسي، هذه اللحظة نتعالى فيها جميعاً فوق كل شيء، نتضامن في هذا الجرح المفتوح الآن، وعلينا أن نترفع عن كل ما يفرق في هذه اللحظة. السفير الإيراني أكد أن التفجيرين يزيدان من تمسك طهران بالنهج الذي تعتمده، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لن تصل إلى مبتغاها. الاتكال على المنهج الإرهابي والمجموعات التكفيرية الذين يقومون مثل هذه الأعمال، هذه المجموعات المسيرة من العدو الصهيوني وبالتنسيق مع العدو الصهيوني، عليهم أن يعرفوا لا يمكن أن تكون مثل هذه الأعمال أي جدوى وأي نتيجة. ونحن نأتي ونؤكد مرة أخرى، نحن فخورون جدا بأننا في خط الأمامي بمواجهة المشاريع الإسرائيلية. وحدادا على ضحايا تفجيري السفارة الإيرانية، وبناء على مذكرة رسمية أصدرها الرئيس نجيب ميقاتي، نكست الأعلام في المقار الرسمية اليوم، كما توقف العمل مدة ساعة بين 11 والـ12 ظهرا على كل الأراضي اللبنانية. في السعودية سقطت 6 صواريخ مورتر في منطقة حفر الباطن القريبة من الحدود مع العراق والكويت شرق البلاد.
وبينما عمل حرس الحدود السعودي على متابعة القضية والاتصال بحرس حدود الدول المجاورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد مصدر إطلاق الصواريخ، أعلن الأمين العام لحزب الله العراقي واثق البطاط أن جيش المختار نفذ هذه العملية كرسالة تحذير للسعودية لحثها على عدم التدخل في الشؤون العراقية. واستكمل البطاط في اتصال مع وكالة رويترز تحذيراته للسعوديين، مشيرا إلى أن كل الحدود وكل القوافل ومراكز الجانب السعودي ستكون تحت نيران جيش المختار. أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن خلافات في مسائل جدية لا تزال قائمة بين إيران ودول مجموعة 5+1، وذلك مع بدء الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف اليوم. وكان عراقجي أكد في وقت سابق أن طهران لن تقبل بأي اتفاق إذا لم يتضمن حقها في تخصيب اليورانيوم. في المقابل أعلن المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن جلسة المناقشات التي جرت صباحا بين كاثرين أشتون ووزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أتاحت تأمين بداية مفاوضات جوهرية جدا ومفصلية. وسط هذه الأجواء تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام قادة يهود روس في موسكو أن إسرائيل لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي. بعد الفاصل، ميقاتي وملف النازحين في تركيا. بثت السفارة السعودية في لبنان رسائل قصيرة إلى مواطنيها، قالت فيها بالنظر إلى الظروف الحالية والشحن الإعلامي تنصح السفارة المواطنين بالعودة إلى المملكة وتوخي الحذر. في أنقرة يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذه الأثناء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على أن يلي الاجتماع غداء عمل. ميقاتي كان أشار لوكالة أنباء الأناضول إلى أنه من المنتظر البحث في الملف السوري، قائلا على رغم أن لبنان نأى بنفسه عن الأحداث في سوريا إلا أن هذه الأحداث تفرض نفسها اليوم، خصوصا وأن لبنان يتحمل العبء الأكبر من ملف النازحين السوريين. ولفت ميقاتي إلى اتخاذ كل الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية في لبنان. في جامعة القديس يوسف، انتخابات طالبية لا تغيب عنها السياسة والطائفية. عند 9 صباحا انطلقت الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية، انتخابات تحاول إدارة الجامعة تنظيمها قدر الإمكان وتخفيف حدتها باعتماد قانون النسبية، لكن على الأرض المعركة على أشدها. كالعادة انقسمت اللوائح بين 14 و8 أذار، فبالنسبة لمعظم الطلاب المعركة سياسية. مثل ما كل العالم تعرف هي المعركة الطاحنة بين القوات اللبنانية وحزب الله. على هذا الأساس نحن عم نخوض معركة. شعارنا هو committed to be one، اللي هو إنه ملتزمين نحن نكون واحد ككل تلاميذ الجامعة، لو كيف ما كانت اتجاهاتهم السياسية أو اتجاهاتهم الدينية. نحن بحلف مع 8 أذار حزب السوري القومي، حركة أمل، تيار الوطني الحر، فبهمنا نكون ركيزة ودعم مهم لألهم بوجه كمان القوات يلي هن نحن منعدهم خصم مش عدو. قد يكون أصبح من البديهي أن تكون الانتخابات مسيسة، لكن الجديد هو تعميق الجو الطائفي الذي يتم نشره. للأسف في بعض زملائنا بحزب القوات اللبنانية هن عم يحكوا، عم بحرضوا طائفيا بشكل مخيف إذا فينا نقول، يعني حكي اللي بيطلع إنه حزب الله ما خلينا ننزل نترمط سنة الماضية بالكنيسة بالجامعة، حزب الله غطى تمثال مار يوسف بقلب الجامعة. اشتغل ضدنا على أساس إنه نحن تيار المستقبل تابعين للسلفية، تابعين للجهات النصرة وجهات الحزب الله وحركة أمل والعونية، هذا كان شغلهم الانتخابي هالسنة. عند 5 تقريبا تقفل صناديق الاقتراع ويبدأ فرز نتائج يتحمس لها الطلاب اليوم وينسونها غدا. معاصر الزيتون في الشوف، صراع بين الحجر القديم والتوربين الحديث. لا تزال منطقة الشوف تحافظ على الطابع التراثي القديم حتى في معاصر الزيتون، حيث ينتشر في قراها ما لا يقل عن 4 معاصر يعود عمرها لحوالي 50 أو 60 عاما. لكن هذه المعاصر باتت تشهد صراعا قويا بين القديم والحديث أو بين الحجر والتوربين. ففي مقابل إقبال كثيف لمزارعي الزيتون خصوصا المسنين منهم على المعاصر القديمة، باعتبار أن الحرارة العالية في المعاصر الحديثة تحرق الزيت فيفقد جودته،
يدافع أصحاب المعاصر الحديثة عنها مؤكدين أنها تتميز بمواصفات عالية الجودة وتزيد الطاقة الإنتاجية من 4 إلى 30 طن يومياً. من فضل نحن المحصرة القديمة لأنه أول شيء الزيت بيطلع أطيب وأنظف وفي جودة، يعني عملية الشغل فيها للمعصرة القديمة كله طبيعي، في شيء مصطنع. المكبس الجديد بيخف من قوة الزيت. هلا بالنسبة للمعاصر الحديثة فيها طبعا تقنيات متطورة وشغلة كثير منيح بالنسبة للشغل اللي كان ينشغل قبل. ليه؟ لأنه في عندك هنيك كانوا الطريقة يحطوهم بالقفاف، فهي القفاف أول شيء ممكن تكون مش نظيفة، رح ينعكس على طعمة الزيت وعلى نوعية الزيت. وبحسب نضال الأشقر فإن تهافت المزارعين على الطريقة القديمة سببها عدم اعتيادهم عليها لا أكثر ولا أقل، وهم يحتاجون إلى بعض الوقت للتأقلم مع الطريقة الحديثة. تابعوا معنا بعد قليل، محاولة فاشلة لتفجير عبوة أمام مكتب أردوغان. اعتقلت الشرطة التركية رجلا حاول اختراق طوق أمني قرب مكتب رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان في أنقرة بعدما أطلقت النار في الهواء. وقال مسؤول في مكتب أردوغان إن الشرطة تحقق فيما إذا كان بحوزة الرجل متفجرات بعدما رفض إظهار بطاقة هويته عند نقطة تفتيش في الشارع. في العراق قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 بتفجير سيارة مفخخة استهدف سوقا شعبيا تضم باعة خضار وعددا من المقاهي الصغيرة في محافظة ديالى شمال شرق البلاد. وفي بغداد قتل 5 أشخاص وجرح 17 آخرون بتفجير استهدف مقهى في منطقة البياع. وتأتي هذه الهجمات بعد يوم دام حصد 59 قتيلا. رأى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن الاتفاق الثنائي الأمني الذي تم التفاوض في شأنه مع الولايات المتحدة يمكن أن يؤمن فترة انتقالية لتحقيق الاستقرار في البلاد، رغم إقراره بأن ليس لديه ثقة بواشنطن. وحث كرزاي مجلس القبائل الأعلى اللويا جرجا الذي بدأ اجتماعا للنظر في مسودة الاتفاق الأمنية، حثه على دعم هذا الاتفاق الذي ينص على بقاء قوة أمريكية في أفغانستان بعد العام 2014 وعلى أن يحصل الجنود الأمريكيون على حصانة قضائية. قتل 5 متمردين مفترضين في غارة شنتها طائرة أمريكية من دون طيار على مقر ديني لشبكة حقاني شمال غرب باكستان، هي الأولى في ولاية خيبر بختونخوا، وينتمي 2 من القتلى لشبكة حقاني الفصيل الأكثر تهديدا في أفغانستان والمدرج على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. أسفرت الأمطار الغزيرة في دبي وباقي أنحاء دولة الإمارات عن إغلاق معرض دبي للطيران في يومه الأخير وعن تعطيل الدراسة في المدارس، ونشرت تغريدات وصور عن تسرب المياه إلى داخل قاعات العرض المغلقة، فيما أشارت مواقع على الإنترنت إلى أن البحرية الأمريكية نقلت الطائرات الحربية التي كانت تعرضها في المعرض إلى أماكن آمنة. مع التطور التكنولوجي نقل التطورات العالمية لم يعد يقتصر على الوسائل التقليدية، المراسلون والمصورون المستقلون حاضرون في قلب الحدث ولهم جوائزهم. الله أكبر! الله أكبر! Nowhere describes the city's agony. إنها الأزمة السورية تحضر بقوة في لندن في حفل جوائز روري باك لتكريم المراسلين المستقلين من حول العالم من قبل معهد الفيلم البريطاني، إذ نال الصحفي الألماني مارسيل متلشيفن جائزة فئة الأخبار عن تقريره الإخباري المصور في مدينة حلب والذي نقل فيه تفاصيل سوء الأحوال التي عاشها أهالي المدينة تحت الحصار. وعن تحقيق مصور حول معاناة قرويين سوريين في ظل الحرب السورية في منطقة واقعة قرب نهر العاصي، فاز أولي لامبرت عن فئة التقرير الإخباري. معارك جرت في أوائل هذا العام بين جيش مالي وجماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة، نقل وقائعها بتميز الصحفي البريطاني أليس روسينوف لينال جائزة أفضل خبر. كذلك فاز صحفيون آخرون عن تقارير حول مأساة انهيار مصنع في بنغلاديش والتلوث الناتج عن مصنع جلدي في مدينة داكا.
للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الإيطالي حفل موسيقي غنائي من توقيع هبة القواص، وبدعوة من رئيس لجنة الجمعية البرلمانية لدول أوروبا والمتوسط النائب خالد شوقي ذي الجذور المغربية، ومن الأكاديمية الموسيقية الأورو متوسطية للسلام إما فور بيث. القواص التي قادت الفرقة الموسيقية بنفسها غنت أمام حضور برلماني وثقافي من 42 دولة متوسطية وأوروبية، وقد استمتع الحضور في تلك القاعة التاريخية الأشبه بمتحف للفنون الجميلة باللغة العربية التي غنت بها القواص، بالحماسة نفسها التي استمتعوا بها لدى إصغائهم إلى أدائها بالإيطالية لبوتشيني، كما إلى مقطوعتها الموسيقية Aspiration No. 1. وإلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.